جبرة، هذا الكاريكاتير الذي ينشر في الصفحات الداخلية من صحيفة البلد، والكاريكاتير اليوم يتعلق بمنح الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين بلبنان حقوقهم المدنية، وعن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن هذا الموضوع. الحريري: لبنان سيلتزم ما يتوجب عليه من مسؤوليات تجاه الإخوة الفلسطينيين إلى أن تتحقق العودة. ويبدو في الرسم الكاريكاتوري رئيس الحكومة ويحمل ملف حقوق الفلسطينيين، والمواطن اللبناني يرد عليه: دخيل وجباتك، إن شاء الله فكرك أنه نحن رح ندفع حق العودة. وطبعا الموضوع، موضوع الرسم الكاريكاتوري للكاريكاتوريست ستافرو جبرة، أعطى اللاجئين الفلسطينيين حقوق المدنية.